امبارح انجاز كبير بالمناسبه، لازم اشيد بفاركو اللي صعد للدوري الممتاز، واشيد كمان بكولا كوكاكولا اللي صعدت امس الى الدوري الممتاز. واحد من اللاعبين المهمين في هذا الفريق، واحد من اللاعبين المخضرمين في هذا الفريق، واحد من اللاعبين الكبار في هذا الفريق، واحد من اللاعبين اللي لعبوا للنادي الاهلي، وهو اسم محترم ومهاجم محترم، هو رضا الويشي. نهنيه على صعود فريق كوكاكولا الى الدوري الممتاز لاول مره في تاريخ هذا النادي. كابتن رضا، صباح الفل عليك. صباح الفل يا كابتن كريم، منورنا ومشرفنا. مليون مبروك. صعود لما تابعنا عرفنا ان كوكاكولا صعود مستحق جدا ومباريات كبيره على مدار المسابقه. لا والله طبعا انا سعيد ان انا مع حضرتك دلوقتي، وطبعا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى من علينا امبارح وكرمه ان احنا قدرنا نعمل انجاز كبير لنادي كوكاكولا، اول يعني مره في تاريخها تصعد دوري ممتاز. الحمد لله امبارح طبعا يعني كانت فرحه كبيره جدا بالنسبه لي وبالنسبه للجهاز الفني واللعيبه والاداري وكل الناس في النادي بصراحه. يعني طبعا انجاز كان كبير جدا، كنا مش عايز اقول لك يعني موسم صعب جدا جدا، جايين من تحت، كنا اخر الدوري، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا في اخر 3 4 اسابيع تصدرنا الجدول، وده طبعا كان بالنسبه لنا انجاز وحلم كبير جدا كنا من اول يوم احنا بنسعى ليه. انت انضميت للفريق امتى يا كابتن رضا؟ انا انضميت للفريق في نص الموسم في شهر 1، كنت ماشي من زد وجيت رحت كوكاكولا مع كابتن مصطفى، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق انجاز كبير الحمد لله. عملت شغل محترم انت وزمايلك وشغل كبير جدا. طيب الطموحات بقى في الدوري الممتاز، انت كان ليك تجربه مع نجوم في الدوري الممتاز وتجربه يعني ما عدتش بشكل عظيم، والامور في الدوري الممتاز انت اكتر اللاعبين ممكن في المجموعه الحاليه في كوكاكولا تعرف انها امور صعبه ومش سهله. طموحاتكم ايه؟ طموح الجهاز الفني بتفكروا ازاي من دلوقتي؟ بتفكروا في الدعم عامل ازاي؟ انت مكمل مع الفريق ولا المشوار انتهى؟ قول لي الامور بالنسبه لك شخصيا وبالنسبه للفريق. لأول حاجة شخصيا أنا إن شاء الله موجود مع الناس ومكامل مع الناس، الناس بصراحة بتحترمني جدا وأنا الحمد لله رب العالمين قدرت أساعد الفريق بشكل كويس. لكن في اف سي مصر السنة اللي قبل اللي فاتت لما لعبنا الحمد لله برضو كنت بأدي بشكل كويس وكنا ماشيين كويس، لكن طبعا للأسف الخبرات وعدم إن احنا جبنا تدعيمات كويسة مع اللعيبة اللي كانت موجودة دي اللي أثرت علينا بشكل كبير، كنا محتاجين ناس على النصر. لكن الفرقه دي فرقه محترمه اللي معانا، فرقه كوكاكولا لعيبه كبيره، لعيبه محترمه، يعني محتاجه حاجات بسيطه جدا، والفرقه دي تبقى لها شكل كبير جدا 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 في الدوري الممتاز ان شاء الله السنه الجايه. والناس معانا ناس محترمه، مستر محمد علاء ومستر مجدي بصراحه الناس مش مقصرين معانا في اي حاجه، ويعني مش يعني انا اتفاجئت بالناس بصراحه. بلعب كوره بقالي كتير وتعاملت مع ناس كتيره جدا، لكن الناس كان عندها من اول يوم طموح ومصدقين نفسهم ان هم لازم يصعدوا، كانوا عاملين نفسهم خطه عن الناس. احنا بنتكلم امبارح الناس كانت عامله خطه للحلم ده، فطبعا لما بيبقى ليك هدف ومخطط للحلم لازم توصل له، مش دلوقتي ممكن بعدين، بس طول ما انت عندك هدف وطول ما انت عندك دوافع اكيد لازم توصل لحلمك وهدفك. صحيح طبعا. طيب كابتن رضا، لازم اخدك بقى شويه للنادي الاهلي وافكرك شويه بالنادي الاهلي. صعود النادي الاهلي لنهائي دوري الابطال، توقعاتك للنادي الاهلي في هذه المواجهه، شايف المواجهه هتكون ازاي؟ شكل الفريق من وجهه نظرك النادي الاهلي في الفتره الاخيره راضي عنه؟ لا النادي الاهلي طبعا الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس جدا وبثبات كويس، ماتش بيراميدز الاخير ده وراكب الجيم كله بيقدم مباراه كويسه، طبعا شيلنا هجوم كبير جدا 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 وشال الاهلي في يعني في ماتشات كتيره جدا، وده وارد يعني. اليسون بيكر السنه اللي قبل اللي فاتت احسن حارس مرمى في العالم، السنه اللي فاتت برضو اخطاء كلفت الناس، بس طبعا هو ما نختلفش عليه انه هجوم كبير جدا، لكن النادي الاهلي الفتره اللي فاتت خطه ثابته وماشي كويس. وطبعا انا حاسس ان اللعيبه كانت واخده ماتش بيراميدز بالنسبه لها ماتش بيفكروا في النهائي وماتشات كتيره جدا وضغط كبير جدا عليهم الفتره الجايه، فطبعا ده طبيعي، وضع طبيعي. هو قدامك انت دلوقتي اهم حاجه لازم تفكر في بطوله افريقيا وبعد كده نرجع تفكر في الدوري، لكن طبعا لازم اخش في الدوري لان الدوري بالنسبه للاهلي ما يقدرش يعني، الجمهور طبعا حلم كبير بالنسبه لهم طول السنه لازم ياخد الدوري بالنسبه له، فطبعا اتمنى ان شاء الله انه ياخد الدوري وان شاء الله ياخد بطوله افريقيا باذن الله.
كابتن رضا الوشي نجم نادي كوكاكولا، مليون مبروك الصعود للدوري المصري الممتاز. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. شكرا شكرا كابتن كريم، الله يكرمك يا حبيبي. ده بالنسبه لكوكاكولا، ونفرح ان احنا نشوف انديه جديده في الدوري الممتاز، انديه تضيف للدوري الممتاز. الموضوع ما بقاش بس نادي جماهيري، الموضوع بقى نادي يضيف للدوري الممتاز، يضيف متعه للدوري الممتاز، يضيف كره كويسه ومنافسه افضل في الدوري الممتاز. عشان كده فكره ان يبقى نادي جماهيري او مش جماهيري، طبعا بنحب الانديه الجماهيريه، كلنا بنحب الانديه الجماهيريه، بس بنحب اكتر كره القدم، وبالتالي اي فريق بيلعب كره قدم وبيشتغل بشكل كويس بنحبه.